إذا أنت أحسن أستاذ واللي بيقولوا إنه نجاح معك مضمون عم تحكي هذا الحكي؟ لا لا، معناتها أنا غبية. طيب وين العلة برأيك؟ بالنص، العلة بالنص يلي بيفصل بين فوق وتحت. طيب نحن ما فينا نلاقي صلت وصل بين اللي فوق واللي تحت بدون ما يكونوا هدول النص موجودين. قال خدوا البنات من صدور العمات. شو قصدك؟ حبيبتي هالة، ليكي كل بني آدم مهم هو قفل، وهيثم رجل مهم يعني قفل، وهذا القفل لازمه مفتاح، ومفتاح هيثم مين؟ أنا بفرجيك. معلم شو بدك تعمل؟ ما دخلك. لك يا معلم أرجوك فهمني، والله إذا حكيت شيء أنا والله بيروحوني، أنت ما بتعرف شيء. بس متغير معي، متغير كتير. بالعادة لما بتحركش فيه بينبحت بوشي وبيبلش يعطيني حكم ومواعظ وأمتار. فادي شو هاد؟ عم تتولدل معي أنت يعني؟ والله ما بعرف شو هدول يعني، بس أنه هو يعني هدول شاكر وأبو سمرة، بس هو مو بيحكي معهم كتير وكذا وبضل بالقهوة. والله ما عم بلقطه يا أبو سمرة. لا صحيح، أنت شو بدك فيهم هني؟ مين هدول اللي عم يلعبوا برا؟